رمضان جديد نبدأ معكم خلال الأيام الأخيرة من هالشهر الفضيل، وبدينا بعشر العتق من النار. إن شاء الله يكون شهر الخير على بلدنا الحبيب من أعرق عواصم العالم دمشق، يلي عم تتزين اليوم بطقوس رمضانية. مشوارنا بدأ. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وأكيد صباح الخير لك سلمى. صباح الخير لك فرح، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. صباح البركة بهالشهر الفضيل. اليوم رح نرافقكم بمحطات عديدة ومتنوعة، أكيد لصدى العمل الإنساني وقعه الخاص خلال مشوارنا، وأكيد مع مواهب فنية شابة بالغناء والتمثيل من هالمكان المميز مقهى المكتب. نبدأ دائما مشوارنا معكم. مشوارنا رح يبدأ أكيد دائما على وقع دفاع الجيش العربي السوري حامي الأرض والعرض. صباحنا بلش بعد الفاصل. مشاهدينا مثل ما عودناكم عم نبدا صباحنا دائما باخبار من العالم، وبدايه جولتنا لليوم من عالم الصحه واهم النصائح يلي يمكن اتباعها لضمان السلامه الجسديه خلال فتره الصيام. ابرز النصائح لليوم هي المواظبه على الخضار الورقيه واهم الجرجير الغني بالماء والالياف، وهو ما يساعد على محاربه العطش والتقليل من عسر الهضم وثبات مستوى السكر بالدم، والمساعده ايضا على ابطاء امتصاص السكر وتقليل امتصاص الكربوهيدرات. كمان فرح الجرجير له فوائد ثانية، فهو بيحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والزنك، وهذا الشيء بيساعد على تقوية العظام وتقوية النظر وحماية البشرة والشعر من السقوط، وأيضا التقليل من أضرار أشعة الشمس على البشرة. ويحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة، وطبعا يؤدي إلى حماية الخلايا والوقاية من السرطان. دائما سلمى الخضروات إلى مكانة مميزة دائما بصباحنا لفوائدها الصحية الكبيرة. اليوم كان الجرجير له النصيب الأكبر، فهو المقاوم الأول للعطش مثل ما ذكرنا. أكيد فرح، ودائما من خلال الدراسات بنحاول نطلع الناس يمكن على أهم النصائح خلال الشهر الكريم وحتى بالأيام العادية، فإله كثير فوائد من فيتامينات مثل ما قلنا ونصائح لمرضى السكري يمكن. صحيح سلمى، خلينا بعد شوي عن عالم الصحة سلمى، وخبرنا الثاني لليوم من مصر يلي ما زالت بسعي دائم لتحسين وضع المرأة والنهوض بها، آخرها جمعية نهوض وتنمية المرأة التي تأسست عام 1987 والتي تمنح قروضاً متناهية الصغر للنساء الفقيرات، وهي عبارة عن مبالغ بسيطة تقدم للمقترضات ذوات الدخل المنخفض واللاتي بلا ضمان وليس لهن تاريخ ائتماني. وتقوم مسؤولات بجمعية نهوض وتنمية المرأة بزيارات منتظمة لبيوت المقترضات، والهدف من هذه الجمعية هو تمكين المرأة لتنمية مشاريعها الخاصة والاعتماد على نفسها. تفاصيل أكثر بالكليب التالي. يعني سلمى مثل ما شفنا يمكن هي خطوة كتير مميزة للنهوض بالمرأة خاصة بمصر، يمكن وضع المرأة له خصوصية كتير هنيك خاصة ما بتتعرض له من تحرش، ويمكن أقل من مستوى الرجال بكتير، فدعم المرأة ماديا يمكن هو بيساهم برفع مستواها ويمكن بتصير إلى الحرية والقرار أكثر. أكيد فرح، مثل ما شفنا الجمعية هي مانا جديدة، يعني من 87. عام 87، فصار لها وقت طويل. بتوقع صار في عدد كبير من السيدات مستفيدات منها، إن شاء الله يمكن يكون في كمان مشاريع
تانية تدعم المرأة بمجالات مختلفة. أكيد سلمى، خلينا نروح لخبرنا التالي وهو من لبنان، حيث أطلق اثنان من رواد الأعمال في لبنان تطبيقا جديدا أسميه بلينك ماي كار على الهواتف الذكية لتقديم خدمة غسل وتنظيف السيارات لتوفير المياه والوقود. جاءت الفكرة عندما اضطر الشابان للانتظار في صف طويل من السيارات وخرجا بفكرة تقديم خدمة غسل السيارة مباشرة بالطلب سواء عند البيت أو عند مقر العمل بدل الانتقال لمحطة البنزين. فراح يتيح التطبيق لمستخدمي أن يطلبوا عبر هواتفهم الذكية غسل سياراتهم أو دراجاتهم النارية، وبينما تستخدم محطات غسيل السيارات ما يقارب بين 250 ل 300 لتر مي لغسل سيارة واحدة، فإن هذا التطبيق بيستخدم طريقة الغسل الناشف التي لا تحتاج سوى كوب ماء واحد. خلونا نشوف سوا كيف بتتم هاي العملية. يعني دائما سلمى مثل ما بيقولوا انه الحاجه ام الاختراع، يمكن قد ما وقفوا بمحطه البنزين فقدروا يخترعوا هذا الشيء المميز، يمكن كوب واحد من الماء لغسل سياره هو رقم كثير قياسي. خلينا نقول اكيد، وكمان الخدمه يعني مو بس بتوفر عليهم وقت واكيد بتوفر مي كثير، يعني هي خدمه كثير مفيده مثل ما قرينا 250 لتر لغسل سياره واحده لكاسه واحده فرق كثير كبير. اكيد سلمى، خلينا نروح لخبرنا الاخير هو من الجزائر وتحديدا وسط المدينه، حيث يتناول صائمون في شهر رمضان إفطارهم على موائد في الطريق، تحديدا شارع مراد الذي يغلق أمام حركة السيارات قبيل الإفطار. يتجمع المتطوعون لتحضير وتقديم طعام إفطار جماعي. تفاصيل أكثر بنتابع مع بعض في التقرير التالي. تحت شعار تحلى اللمة أقام متطوعون في شارع ديدوش في الجزائر إفطارا للصائمين على موائد تتوسط الشارع الذي أغلق أمام حركة السيارات قبيل الإفطار في العاصمة الجزائرية، ليجتمع المتطوعون لتحضير وتقديم طعام إفطار جماعي للصائمين لتعزيز روح التكافل الاجتماعي وزرع الأمل في النفوس. الهدف كما قال شعار تحلى اللمة، وهذه مبادرة في شهر رمضان تضامنية أخوية عائلية. اللمة هذه عجبتني، أنا خليت الدار خليت وجيت لهنا على جال اللمة هذه، إن شاء الله ربي يدومها علينا، إن شاء الله دائما نكونوا فرحانين وربي يستر بلادنا، إن شاء الله دائما تكون في الازدهار إن شاء الله. شارك في الإفطار الجماعي أحد نجوم كرة القدم بالجزائر الذي سبق ولعب في نادي نابولي في إيطاليا، كما لعب في المنتخب الجزائري. مبادرة طيبة تزرع الأمل في النفوس، تمسح دموع الضعفاء، ونحن في شهر رمضان في حاجة مسا إلى عمليات مثل هذه تلم الشمل وتجمع أطياف المجتمع. اجتمع الصائمون حول موائد عامرة بما لذ وطاب من طعام وحلويات لتناول إفطارهم، داعين الله أن تدوم هذه المحبة في قلوب الجميع وأن يكونوا دائما مجتمعين بالخير، ليس فقط في هذا الشهر الفضيل بل في كل أشهر السنة.
أما هلا فرح وبعد ما خلصنا جولتنا المنوعة حروح سوا لنقلب بصفحات روزنامة اليوم ونتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل هاليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يسجل بصمة في سجلات التاريخ ومنها ما يرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1798 وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية. في عام 1862 تأسيس المكتبة الوطنية الروسية. في العام 1890 إنجاز خط التلغراف الذي يصل بين جزر البرمودا وكندا. في العام 1904 انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية. في العام 1936 افتتاح محطة إذاعة بغداد. وفي العام 1991 حل حلف وارسو رسمياً بعد اجتماع في براغ. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 965 ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي. وفي العام 1872 خليل مطران، شاعر لبناني. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1995 محمد الموجي، موسيقي مصري. صباح نيلس أول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. خلينا ننتقل لشخصية اليوم ونتعرف عليها أكثر، فهو شاعر القطرين خليل مطران الذي دعا إلى التجديد في الأدب والشعر العربي، فكان أحد الذين أخرجوا الشعر العربي من أغراضه التقليدية. أبرز محطات حياة الشاعر اللبناني خليل مطران من تابع مع بعض. خليل مطران شاعر لبناني شهير، ولد في الأول من تموز من عام 1872 في مدينة بعلبك بلبنان. البداية كانت باطلاعه على أدباء ومفكري أوروبا، حيث هاجر بعدها مطران إلى باريس ليبدأ دراسة الأدب الغربي. امتلك خليل مطران الحس الوطني الذي ظهر من خلال مشاركاته في الحركات الوطنية التي ساهمت بتحرير الوطن العربي. المحطة الأبرز في حياته كانت بانتقاله للعيش في مصر، حيث بدأ فيها العمل الصحفي في جريدة الأهرام المصرية، ثم قام بإنشاء المجلة المصرية، وبعدها جريدة الجوانب المصرية اليومية، وقام خلال تلك الفترة بترجمة العديد من الكتب. عرف مطران كواحد من رواد حركة التجديد، كما أنه صاحب مدرسة في كل من الشعر والنثر، حيث تميز أسلوبه الشعري بالصدق الوجداني والأصالة والرنة الموسيقية. ويعد خليل مطران من مطوري الشعر العربي الحديث، كما أنه من مطوري النثر، حيث استطاع إخراجه من الأساليب الأدبية القديمة. حياة الشاعر اللبناني كانت مليئة بالأحداث السياسية والاجتماعية التي عبر عنها من خلال قصائده، حيث عرف بمشاعره وإحساسه العالي، وهو الأمر الذي عكس على قصائده التي تميزت بنزعة إنسانية. اهتم خليل مطران بالشعر القصصي والتصويري الذي تمكن من استخدامه للتعبير عن التاريخ والحياة الاجتماعية. ومن أشهر قصائده المساء، الجنين الشهيد، نيرون، بين القلب والدمع، وغيرها الكثير من القصائد الشعرية. في الأول من حزيران من عام 1949 بعد أن اشتد عليه المرض، توفي خليل مطران في القاهرة، لتشهد مصر وفاته كما شهدت انطلاقته الأدبية. ف
فرح أولى محطاتنا الصباحية لليوم مع فريق استمر بإيمانه بأهمية وخصوصية العمل التطوعي بظل الظروف الراهنة. قدر يكون اسم موجود عبر العديد من المبادرات الإنسانية والوطنية خلال شهر رمضان الكريم. المطبخ وإفطارات كان عم بيقوم فيها لكل من هو محتاج، وكانت البوصلة نحو العديد من الأنشطة الإنسانية وبالتشبيك مع جهات وفرق مختلفة. فريق عمرة التطوعي هنا ضيوفنا لليوم، رح نتعرف أكثر على المجال الإنساني اللي لمع بقوة على مدى السنوات الماضية مع مدير الفريق محمد الجدوع وأيضا راما بغدادي متطوعة بالفريق. يسعد صباحكم، رمضان كريم. يسعد صباحكم، رمضان كريم. صباح الخير عن جديد، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. خلونا بالبداية أستاذ محمد نحكي أكثر عن أنشطتكم خاصة بخلال الشهر رمضان الكريم. تمام. نحن كفريق عمرها التطوعي كان حملتنا هذا الشهر غير، كانت عبارة عن جمع مواد غذائية. هاي المواد الغذائية جمعناها بسلال، بعد ما جمعناها بسلال صرنا نوزع على عيال. تمام. كان في خطة انه نحن نغير من شكل المطبخ لشيء ثاني، انه مشان نتساند مع باقي المطابخ مع باقي الفرق التطوعية. اخر راما، خلينا نحكي كمان اليوم عن تجربتك بالمطبخ، ويمكن اشتركتوا مع اكثر من فرقه وحاولتوا تكونوا موجودين مع فرق كثيره، مو بس يكون في توزيع سلال غذائيه. هلا باول رمضان نزلنا مع لقمه ساعد، قضينا معهم نهار، قدرنا نساعدهم بطبخ تقريبا فينا نقول 6000 وجبه قدمناها بهذا النهار. بعدها فتره كثير صغيره نزلنا مع كسرة خبز، فريق كسرة خبز كمان كان في تحدي اللي هو 25000 وجبة، والحمد لله كمان تم التحدي على أحلى وجه. وهلأ إن شاء الله كمان بدنا ننزل إذا الله راد مع ساعد قريبا جدا. نعم. استاذ محمد، خلينا نحكي شوي بالتفصيل اكثر، يعني خبرتنا قد كان في عمل ليكون كل شيء كامل يمكن قبل بدايه شهر رمضان المبارك. خلينا نحكي اليوم كيف عم يتم الوصول للاسر المستهدفه وكيف عم يتم ايضا التطوع. تمام. هلا نحن كفريق عمرها التطوعي كان لنا تجربه اسمها قادرين ندفيهم، اللي هي عباره عن جمع ثياب وتوزيع للاسر المحتاجه. هلا هدول الاسر صاروا يتواصلوا معنا بس بلشنا هاي الحمله، صاروا يعرفوا عنا اكثر عن طريق كمان في اسر ثانيه صارت تعرف عنا عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق المتطوعين اللي عندنا. كل حدا بيعرف اسره فقيره بمنطقه معينه، يعني فينا نقول انه توزعنا بكل الشام، كل حدا بيعرف اسره فقيره. فهذا الشيء نروح انت تجيب معلومات عنا، شو احتياجاتهم، هدول بيستاهلوا هاي السله ولا لا. على هذا الاساس بلشنا نوزع لهم لهدول الاسر. طيب قد ايه تقريبا عدد الاسر من بدايه، خلينا نقول ضمن بدايه ضمن بدايه ضمن بدايه ضمن بدايه ضمن بدايه كان اسم محمد ضمن بدايه ضمن بدايه ضمن بدايه خلينا نقول توزيعكم لهلا، وهل هو الرقم اللي كنتم مخططين له ولا زاد؟ تمام. هلا نحن كان اسم حملتنا 2001 عنوان، نحن وصلنا لاكثر من 300 شخص او فينا نقول اكثر من 300 عيله. هلا اكثر من 300 عيله عن طريق جهودنا، عن طريق تمويل ذاتي، نحن لقيناه شيء كثير كبير، خصوصا السله تبعتنا كانت حلوه وكامله. تمام. حلوه وكامله شلون يعني؟ يعني هلا نحن جمعنا تقريبا شيء 12 صنف. نعم. اي وهدول 12 صنف جمعناهم، فينا نقول كل نوع محدد، وحتى فينا نقول انه هاي السله كنا نعطيها بدون ما نكتب على دفتر العيله للعيله اللي بدها تاخذ انه السلام، انه هلا نحن اذا كتبنا على دفتر العيله السلام فهذا ما عاد ياخذ من جمعيتنا. نحن كنا عم نقول لهم هاي عيديه، انه هاي عيديه، نحن ما بدنا شيء ولا حنسجل لكم شيء، بس عيديه لكم. نعم. هي كانت مواد اساسيه الاساسيه لكل بيت. نعم. راما، يعني انت متطوعه بالفريق، خبرينا اكثر يمكن عن عدد الساعات اللي كنت تقضيها وكيف عم يتم التنسيق مع باقي افراد المتطوعين، يعني تجربتك كيف تحبي تلخصي لنا اياها؟ هلا عدد الساعات بيختلف بين كل فعاليه، بس اجمالا اي وقت عم نقضي، يعني عم نعمل انجازات كثير كبيره، بس بروح الجماعه اللي عم تجمعنا فعلا نحن ما عم نحس لا بالوقت ولا عم نحس بالتعب، يعني فجاه بدنا نرجع على البيت بنطلع على الساعه انه كيف مرق كل هذا الوقت؟ يعني نحن فرحانين انه قدرنا ننجز، مثلا انه بهذا النهار قدرنا نجهز 50 سله غذائيه، انه اعتبر لنا انجاز كثير حلو.
فنرجع البيت ننسى التعب، نرجع مبسوطين كثير باللي عملناه. يعني محمد، شفنا خلال شهر رمضان الكريم كان في تشبيك بينكم وبين فرق متعددة، وكمان خلال قبل الشهر يمكن وحتى بعده دائما بتحرصوا انه يكون في شراكة بينكم وبين فرق ثانية، يعني قديش بتستفيدوا اكيد هلا نحن مبدا التشاركية المجتمعية، مبدا انه كلياتنا مسؤولين، يعني لازم ايد بايد نعمر البلد. فنحن مثل ما قلنا بس بلش رمضان نحن اشتغلنا بالسلل، بس هذا الشيء ما بكفي، تواصلنا مع ساعد انه نحن حننزل معكم، تواصلنا مع كسة خبز انه نحن حننزل معكم، تواصلنا مع لقمة صايم كمان انه نحن حننزل معكم. غير هيك هلا نحن عم نساوي شيء جديد اللي هو افطار جماعي للفرق التطوعيه اللي اشتغلت برمضان والفاعله على الارض. يعني هلا نحن عندنا 30 فريق تطوعي، هذول 30 فريق تطوعي اخترناهم الاكثر نشاطا والاكثر فعاليه على الارض لحتى نساوي لهم افطار جماعي. غير الافطار الجماعي في مسابقات، هاي المسابقات كمان مشان نقوي الصلات اكثر، يصير تشابك تشبيك اكثر بين الفرق التطوعيه، يصير تعاون اكثر، في ناس ما بتعرف بعض عم يشتغلوا، فنحن هاي فرصتنا لحتى نعرف الناس كلياتهم ببعضهم، الفرق يعرفوا مين هنن، حتى ندعي شخصيات مهمه كمان مشان يعرفوا الناس اللي عم تشتغل على الارض. بلكي بصير تشبيك اكثر، بلكي بصير دعم اكثر لإله. نعم، يمكن سلمى خطوه كثير مميزه انه دائما يمكن الاشخاص اللي بيقدموا ما بينتظروا مقابل، لكن انه انتم تتذكروهم او يكون في تنسيق لوجود يمكن افطار جماعي للمتطوعين ولكل الناس اللي اشتغلت وتعبت، قد ايه مهم هذا الشيء اليوم، قد ايه بتقوي خلينا نقول من الصلات وبتزيد من الالفه. تمام، نحن صراحه وقت اطلقنا الايفنت يعني تفاجئنا مباشره، اطلقته انا الساعه 10 الصباح، ساعة 8 مساء كان عليه شيء 4000 انه مهتم ومشارك هيك، فانه لقوها كثير فكره حلوه، حتى الفرق التطوعي قالوا لنا انه منيح انه حدا ذكرنا بهاي القصه، انه لازم والله نجتمع كلياتنا، لازم انه حدا يقدر هذا الشيء. هلا هو شيء بسيط من الشيء اللي عم يقدموه، خصوصا عم يقدموا شيء بلا مقابل. نعم. يعني يمكن الهدف معنوي اكثر، هدف معنوي هي. نعم. انه نحن نجمعهم، هدول بيستاهلوا، هدول الناس اللي قدموا كثير، فشي بسيط انه نحن نجتمع نقعد سوا نعزز علاقاتنا. اكيد راما كمان احكي لها، يعني خلال هذا الشهر اكيد في كثير منكم هن طلاب جامعات، هن موظفين، يعني كان في يمكن وقت وتنسيق وجهد لحتى تواظبوا بين حياتكم الخاصه وحياه التطوع، كيف كنتوا عم تنسقوا؟ هلا نحن 90% مننا هن طلاب جامعات، القسم الباقي بيشتغل، فانه كل حدا يقول انه انا ممكن بهذا الوقت انا ممكن انزل، فنحن بين بعض انه نظبط الاوقات اللي مشان نغطي فيها، انه بحيث ما نترك انه الشغل وما في حدا، فنظبط بين بعضنا، يعني عن طريق اكيد نتواصل مع بعض مشان بس ما نقع بهي العثرات الصغيره اللي هي ضيعنا ايام ونحن ما نقدم فيها شغل. فعم يكون في اتفاق مسبق على ادق التفاصيل اللي عم تكون. كيف شفتي العمل التطوعي؟ يعني يمكن حضرتك يمكن ما كثير جديده على العمل التطوعي، وحسيتي بقيمته او نتيجته؟ خلينا نحكي اكثر عن تجربته للعمل التطوعي، قد ايه قدم لك يمكن اكثر ما انت قدمتي كمان. هلا باي فعاليه بنفوتها نحن بنحاول نعطي، بس لما عم تخلص الفعاليه نحن عم نكون اخذين اكثر ما نعطي. يعني لما فتنا لفعاليات مع الاطفال، كان في فعاليه اسمها انت انا، هاي الفعاليه كانت لاطفال الشلل الدماغي. لما نشوف الطفل كيف يعني رغم الحاله الخاصه اللي عنده كيف قدران يضحك من قلبه من ضمن النشاطات اللي احنا قدمنا لهم اياها، هون بنحس شعور يعني ما في كلام يوصفه فعلا، ابتسامه هذا الطفل وخاصه انه هو عنده حاله خاصه. اكيد محمد، خلينا نحكي كمان يمكن عن المشاريع التنمويه اللي قمتوا فيها اللي هي مستمره، اللي ما لها علاقه بفعاليات معينه او بشهر رمضان او بغيره. تمام، هلا نحن كدورات تنميه بشريه نحن عندنا جانب مهم اللي هو التنميه البشريه. التنميه البشريه نحن بنهدف لتنميه قدرات، تطوير مهارات عن طريق دورات، هاي الدورات اغلبيتها يعني بتمس الحياه اللي عايشينها نحن لطلاب الجامعات، يعني مهارات اساسيه مثل لغه جسد، مهارات تواصل، مفاتيح عشر النجاح، كثير شغلات، مهاره التعامل مع اشخاص صعبين الميراث، دور ترتب حياتك، اداره الوقت، هدول الدورات نحن بنعطيهم اهميه كثير كبيره ونحن بنقدمهم فينا نقول اذا 70% او 80% مجاني، الباقي ماجور بسعر رمزي كثير كثير كثير، يعني انه بس مشان الورقيات او هيك. بس هذا الشيء نحن بنشجعه ومن يعني وحتى ندعي كثير للطلاب لحتى يستفيدوا. نحن مشينا بتجربه مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، كمان خلال يومين اعلنا الايفنت، اول يوم، ثاني يوم كان العدد 1400 طالب،
ف 1400 طالب نحن خلصناه بعشرة ايام، يعني انه لقينا كثير اقبال على هذا الشيء، وحتى بعد ما خلصنا هاي الورشات يعني صار في تواصل كثير معنا. هلا حتى بعد العيد بدنا نعزز هاي الشغله عن طريق فينا نقول مؤتمر او فعاليه تدريبيه كثير كبيره. يعني استاذ محمد عم نحكي عن شيء كثير مهم، هو دورات التنميه البشريه، يمكن يلي كانت مغفله نوعا ما، لكن اليوم عم ترجع وتعيد من بداية، خلينا نقول توزيعكم لهلا، وهل هو الرقم اللي كنتم مخططين له ولا زاد؟ تمام. هلا نحن كان اسم حملتنا 2001 عنوان، نحن وصلنا لاكثر من 300 شخص اكثر، او فينا نقول اكثر من 300 عيله. هلا اكثر من 300 عيله عن طريق جهودنا، عن طريق تمويل ذاتي، نحن لقيناه شيء كثير كبير، خصوصا السله تبعتنا كانت حلوه وكامله. تمام. حلوه وكامله شلون يعني؟ يعني هلا نحن جمعنا تقريبا شيء 12 صنف. نعم. اي وهدول 12 صنف جمعناه هون، فينا نقول كل نوع محدد، وحتى فينا نقول انه هاي السله كنا نعطيها بدون ما نكتب على دفتر العيله للعيله اللي بتاخذ انه السلام. انه هلا نحن اذا كتبنا على دفتر عيلة السلام فهذا ما عاد ياخذ من جمعيتنا، نحن كنا عم نقول لهم هاي عيدية، انه هاي عيدية، نحن ما بدنا شيء ولا حنسجلكم شيء، بس عيدية لكم. نعم. هي كانت مواد اساسية، الاساسية لكل بيت. نعم. راما، يعني انت متطوعة بالفريق، خبرينا اكثر يمكن عن عدد الساعات اللي كنت تقضيها وكيف عم يتم التنسيق مع باقي افراد المتطوعين، يعني تجربتك كيف تحبي تلخصي لنا اياها؟ هلا عدد الساعات بيختلف بين كل فعالية، بس اجمالا اي وقت عم نقضي، يعني عم نعمل انجازات كثير كبيره، بس بروح الجماعه اللي عم تجمعنا فعلا نحن ما عم نحس لا بالوقت ولا عم نحس بالتعب، يعني فجاه بنرجع على البيت بنطلع على الساعه انه كيف مرق كل هذا الوقت، يعني نحن فرحانين انه قدرنا ننجز، مثلا انه بهذا النهار قدرنا نجهز 50 سله غذائيه، انه اعتبر لنا انجاز كثير حلو. فنرجع على البيت ننسى التعب، نرجع مبسوطين كثير باللي عملناه. يعني محمد، شفنا خلال شهر رمضان الكريم كان في تشبيك بينكم وبين فرق متعدده، وكمان خلال قبل الشهر يمكن وحتى بعده، دائما بتحرصوا انه يكون في شراكه بينكم وبين فرق ثانيه، يعني قديش بتستفيدوا بهالشيء؟ اكيد. هلا نحن مبدا التشاركيه المجتمعيه، مبدا انه كلياتنا مسؤولين، يعني لازم ايد بايد نعمر البلد. فنحن مثل ما قلنا بس بلش رمضان نحن اشتغلنا بالسلل، بس هذا الشيء ما بكفي، تواصلنا مع ساعد انه نحن حننزل معكم، تواصلنا مع كسة خبز انه نحن حننزل معكم، تواصلنا مع لقمة صايم كمان انه نحن حننزل معكم. غير هيك هلا نحن عم نساوي شيء جديد اللي هو افطار جماعي للفرق التطوعيه اللي اشتغلت برمضان والفاعله على الارض، يعني هلا نحن عندنا 30 فريق تطوعي، هذول 30 فريق تطوعي اخترناهم الاكثر نشاطا والاكثر فعاليه على الارض لحتى نسألهم افطار جماعي. غير الافطار الجماعي في مسابقات، هاي المسابقات كمان مشان نقوي السلات اكثر، يصير تشابك تشبيك اكثر بين الفرق التطوعيه، يصير تعاون اكثر، في ناس ما بتعرف بعض عم يشتغلوا، فنحن هاي فرصتنا لحتى نعرف الناس كلياتهم ببعضهم، الفرق يعرفوا مين هنن، حد ندعي شخصيات مهمه كمان مشان يعرفوا الناس اللي عم تشتغل على الارض. بلكي بصير تشبيك اكثر، بلكي بصير دعم اكثر لإلهم. نعم. يمكن سلمى خطوه كثير مميزه انه دائما يمكن الاشخاص اللي بيقدموا ما بينتظروا مقابل، لكن انه انتم تتذكروهم او يكون في تنسيق لوجود يمكن افطار جماعي للمتطوعين ولكل الناس اللي اشتغلت وتعبت، قد ايه مهم هذا الشيء اليوم، قد ايه بتقوي خلينا نقول من الصلات وبتزيد من الالفه. تمام. هلا نحن صراحه وقت اطلقنا الايفنت يعني تفاجئنا مباشره، اطلقته انا الساعه 10 الصبح، ساعة 8 مساء كان عليه شيء 4000 انه مهتم ومشارك هيك، فانه لقوها كثير فكره حلوه، حتى الفرق التطوعي قالوا لنا انه منيح انه حدا ذكرنا بهاي القصه، انه لازم والله نجتمع كلياتنا، لازم انه حدا يقدر هذا الشيء. هلا هو شيء بسيط من الشيء اللي عم يقدموه، خصوصا عم يقدموا شيء بلا مقابل. يعني يمكن الهدف معنوي اكثر، هدف معنوي هي انه نحن نجمعهم، هدول بيستاهلوا، هدول الناس اللي قدموا كثير، فشي بسيط انه نحن نجتمع نقعد سوا نعزز علاقاتنا. اكيد. راما كمان احكي لنا، يعني خلال هذا الشهر اكيد في كثير منكم هن طلاب جامعات، هن موظفين، يعني كان في يمكن وقت وتنسيق وجهد لحتى تواظبوا بين حياتكم الخاصه وحياه التطوع، كيف كنتوا عم تنسقوا؟ هلا نحن 90% مننا هن طلاب جامعات،
القسم الباقي بيشتغل، فانه كل حدا يقول انه انا ممكن بهذا الوقت انا ممكن انزل، فنحن بين بعض انه نظبط الاوقات اللي مشان نغطي فيها، انه بحيث ما نترك انه الشغل وما في حدا، فنظبط بين بعضنا يعني عن طريق اكيد نتواصل مع بعض مشان بس ما نقع بهي العثرات الصغيره اللي هي ضيعنا ايام ونحن ما نقدم فيها شغل. فعم يكون في اتفاق مسبق على ادق التفاصيل اللي عم تكون. كيف شفتي العمل التطوعي؟ يعني يمكن حضرتك يمكن ما كثير جديده على العمل التطوعي، وحسيتي بقيمته او نتيجته؟ خلينا نحكي اكثر عن تجربته للعمل التطوعي، قد ايه قدم لك يمكن اكثر ما انت قدمتي كمان؟ هلا باي فعاليه بنفوتها نحن بنحاول نعطي، بس لما عم تخلص الفعاليه نحن عم نكون اخذين اكثر ما نعطي. يعني لما فتنا لفعاليات مع الاطفال كان في فعاليه اسمها انت انا، هاي الفعاليه كانت لاطفال الشلل الدماغي. لما نشوف الطفل كيف يعني رغم الحاله الخاصه اللي عنده كيف قدران يضحك من قلبه من ضمن النشاطات اللي احنا قدمنا لهم اياها، هون بنحس شعور يعني ما في كلام يوصفه فعلا ابتسامة هذا الطفل، وخاصة انه هو عنده حالة خاصة. اكيد محمد، خلينا نحكي كمان يمكن عن المشاريع التنموية اللي قمتوا فيها اللي هي مستمرة، اللي ما لها علاقة بفعاليات معينة او بشهر رمضان او بغيره. تمام. هلا نحن كدورات تنمية بشرية نحن عندنا جانب مهم اللي هو التنمية البشرية. التنمية البشرية نحن بنهدف لتنمية قدرات، تطوير مهارات عن طريق دورات. هاي الدورات اغلبيتها يعني بتمس الحياه اللي عايشينها نحن لطلاب الجامعات، يعني مهارات اساسيه مثل لغه الجسد، مهارات التواصل، مفاتيح عشر النجاح، كثير شغلات، مهاره التعامل مع اشخاص صعبي الميراث، دور ترتب حياتك، اداره الوقت. هدول الدورات نحن بنعطيهم اهميه كثير كبيره، ونحن بنقدمهم فينا نقول اذا 70% او 80% مجاني، الباقي ماجور بسعر رمزي كثير كثير كثير، يعني انه بس مشان الورقيات او هيك. بس هذا الشيء نحن بنشجعه ومن يعني وحتى ندعي كثير للطلاب لحتى يستفيدوا. نحن مشينا بتجربه مع الاتحاد الوطني لطلبه سوريا، كمان خلال يومين اعلنا الايفنت اول يوم، ثاني يوم كان العدد 1400 طالب، ف 1400 طالب نحن خلصناه بعشرة ايام، يعني انه لقينا كثير اقبال على هذا الشيء، وحتى بعد ما خلصنا هاي الورشات يعني صار في تواصل كثير معنا. هلا حتى بعد العيد بدنا نعزز هاي الشغله عن طريق فينا نقول مؤتمر او فعاليه تدريبيه كثير كبيره. يعني استاذ محمد عم نحكي عن شيء كثير مهم، هو دورات التنميه البشريه يمكن يلي كانت مغفله نوعا ما، لكن اليوم عم ترجع وتعمل وباختيار حياتهم وطموحهم بالمستقبل. هلا انا كشخص كمحمد جدو انا بقول لكل طالب او كل شخص انه يهتم بهي الدورات. ما بقول له انه مثلا يعني يكونوا مدرب او هيك، بس انا بقول له انه ادخل هاي الدورات، جربها، اتعلم، لانه بتستفيد. انا كتجربه شخصيه انا كثير مستفيد من هذا الشيء. عم بصير متابعه للطلاب بعد انتهاء الدورات؟ اكيد. هلا هدول الطلاب نحن مثل ما قلت لك هلا 1400 طالب نحن قلنا له انتم معكم استشارات، انه فيكم تضلوا تستشيرونا لفتره محدده، هاي الفتره المحدده نحن بنستقبل كل استشاراتكم، حتى صاروا يزورونا على المكتب، يعني صار في تواصل، في ناس صاروا يعني تطوعوا معنا بالفريق. نحب لهذا الشيء. طيب خلينا نحكي بعد فتره طويله من العمل، هلا صار لكم كذا سنه بعمر التطوعي، خلينا نقول شو اللي حسيتوا انه صار لازم تجددوا بهذا الفريق، شو اللي يمكن لازم تضيفوه او مجال ما دخلتوا عليه لازم صار طبعا. بقى تبلشوا فيه. هلا نحن كفريق عمرها نحن ناويين ان شاء الله يعني بعد العيد مباشره نبدا بشيء اسمه مؤسسه تنمويه. هاي المؤسسه التنمويه بدنا نوسع شغلنا اكثر، بدنا يكون في هيكليه للشغل. فينا نقول نحن حنتوسع مجال الاطفال، حنحاول الحصول على مركز بحيث انه هدول الاطفال اللي عندنا نطلعهم على مستوى محدد من القيم، مستوى محدد من المهارات، وبنمشي عليهم. ثاني شيء انه بدنا نتوسع مجال العمل المجتمعي اكثر واكثر واكثر، مثل ما قلت لكم مركز تدريبي كتنميه بشريه هذا الشيء كثير اساسي ومن اولوياتنا كمان. نعم. بدنا نرجع شوي لراما كمان وتخبرنا عن تجربة التطوع. راما، عمل التطوع بالإضافة يمكن لنتيجته يلي كنتي عم تلمسيها بكل فعالية، خبريني أكثر قد يمكن نعرفك على حاجات الناس أكثر، قد يمكن خلق عندك روح الإيثار أو حتى التعامل مع باقي الشباب يلي بنت عمرك؟ هلا أول شيء هو فينا نقول إنه هو نزلني على الواقع أكثر،
يعني انا بعرف الطفل اللي هو حالات خاصه من وراء شاشه التلفزيون، قليل ما حتى اقدر انزل انا اتعامل معه على ارض الواقع، انه اشوف هذا الانسان اللي كل العالم يمكن بنظروا له انه هو عنده شيء يمكن نقص، بس هو غير هيك تماما. يعني تعاملنا مع اطفال مكفوفين، هدول الاطفال يقولوا لنا انه انتم طيب شلون عندكم الجرأه تنزلوا انه بهيك فعاليه، يعني انتم ما خفتوا انه ما تعرفوا تتعاملوا مع الاطفال؟ طيب ليش؟ والولد ما عنده شيء نقص، بالعكس احنا لما نزلنا معهم كنا كثير طبيعيين معهم، وهن كمان كانوا معنا نفس الشيء، تعلمنا منهم. يمكن عندهم وضع خاص او يمكن الاطفال هذول عندهم وضع خاص، ففعلا كيف قدرتوا انتم تكونوا قراب منهم هالقد وتلمسوا هي النتيجه يعني؟ هلا كان معنا مع الاطفال هذول تجربتين، وان شاء الله الثالثه يعني حتكون على الطريق، لانه بعد ما جربناها فخلص يعني ما عاد نقدر نتركهم. يعني لما شفنا كيف تفاعلهم كبير معنا، لما نزلنا لعنده للاطفال عملنا لهم اول شيء سكتش مسرحي، انه طيب كيف اطفال مكفوفين وعملت لهم سكتش؟ طيب هو خياله للطفل قادر يرسم اي قصه اللي احنا بنحكي له اياها، يعني هيك طفل الله يمكن انعم عليه بالخيال اللي كثير واسع اللي بيقدر يروح فيه لاي عالم ثاني هو بده اياه. ففتنا تجربتنا بكل قوه، لا والحمد لله كانت ناجحه، اعطتنا الصدى اللي احنا بدنا اياه. نعم. اكيد. محمد خلينا نحكي قبل ما نختم، يمكن غير النشاط اللي انتم حاضرينه خلينا نقول الشيء الجديد اللي رح تعملوه من تخصص بفريق عمر التطوعي اليوم، ونحن بظل هذا الوقت وصار في كثير دور فعال للشباب سواء اللي بالجمعيات التطوعيه او حتى اللي عم يقدر يشارك، اليوم شو بتقول يمكن لكل الشباب اللي قادر انه هو ينزل يعمل شيء وما يوقف يعني ما ينتظر؟ هلا نحن بهالوقت بهالحرب اللي صاير على سوريا، اذا انا وغيري 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 بدي ضلوا قاعد والله غلا، والله الدنيا ما عاد يعني ما عاد ينعاشوا بهالبلد، بدي اطلع بدي هاجر. طب لمين بدكم تتركوا هالبلد؟ يعني اذا ما انا وانت وهو وهي كلياتنا يعني تحركنا ومشينا ويعني وعملنا لنشغل البلد لحتى نحرك البلد، بالاخير هاي بلدي وبلدك، اذا انا وانت بنشتغل لحتى نمشيها فهذا الشيء يعني بيجي بالخير لإلي ولإلك ولاولادنا. فلازم كل واحد، او فينا نقول كل واحد لازم ينطلق من حاله بهاي القصه، انه هاي بلدنا ولازم كلياتنا نتساعد، والعمل التطوعي ساعه بالنهار او ساعه بالشهر هاي كثير بتزرع شيء كثير حلو فيك من جواتك، بالاضافه لانه بتساعد كثير ناس. نعم، بدنا نشكر وجودكم معنا كثير لليوم، وبدنا نوجه التحيه لكل اعضاء الفريق فردا فردا، والله يقويكم يا رب دائما. شكرا شكرا لكم، نحن بندعوكم للافطار يوم الاحد ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا كثير لوجودكم، وان شاء الله دائما ملمومين بلمه خير. شكرا لكم. مشاهدينا القطايف والقشاطي من اشهر الحلويات الرمضانيه اللي عم تتصدر موائد الشهر الفضيل، سوق الجزماتيه بوسط حي الميدان بدمشق احد اعرق الاماكن اللي عم يشتهر بتحضير هالاصناف، اليوم رح نتعرف على خصوصيتها مع زميلتنا هزار عبود بالتقرير التالي. في وسط دمشق حي لا يزال يعيش على نغم الماضي، طقوس وعادات وتقاليد أصبحت روحا تنعش قدم المكان وعراقة تقاليد أهله. ففي سوق الجزماتية وسط حي الميدان بدمشق لكل صنف هنا حكاية. القطايف الشامية حكاية صنف وجد على الموائد الرمضانية منذ أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي بحسب الروايات المتداولة في هذا الحي، وإلى اليوم لا تزال من أشهر الحلويات التي تتزين بها الموائد خلال الشهر الفضيل. هلأ أول أيام يعني أول شيء 20 يوم برمضان شهر الكريم بينطلب الأشاطي أكلات الرمضانية، يعني مثل المدلوقة، مثل النابلسية، قطايف بعصافيري، قطايف بقشطة، قطايف بجوز، بيقولوا لها ستاتي القطايف، في مخشوشة بقشطة فستو، عنا نمورة قشطة فستو، هي الشغلات بصمة، عصملية، كلها هي مرغوبة برمضان، لكان برمضان يعني في أكلات خص نص اسمها أكلات رمضانية. صايم على طول يعني انه
مهتم بحب انه عين مثلا بحب ياكل، بيكون جوعان بيكون هيك بيشتهي مثلا ياكل، والشغلات مثل المدلوقه والنابلسيه والحلاوه بالجبن وهي كلها هي مرغوبه برمضان، كلها بيرغبها يعني ما اول 20 يوم كلها هي بتنرغي، بعدين بقى على الفساتين بتصير البيع بقى للعيد يعني. فبين مراحل اعدادها متعة تتلمس خصوصيتها حتى تصبح رقاقة تحمل نكهات متنوعة، البعض منها كالأشاطي كما هي معروفة، إحدى الأطباق التي تحرص العائلات الدمشقية على وجودها في العشر الأوائل من هذا الشهر، وذلك لرمزيتها، فهي إحدى الأصناف المحببة التي تحمل نكهة خاصة في هذا المكان. هلا كان من زمان ما في هال مثلا شو بدي اقول لك يعني كل ما لا عن سنه عن سنه بتتطور الاليات، مثلا هلا مثلا كان من زمان يساوون بايدهم وهيك، هلا عندنا فرن عندنا وجاء مثلا بشوي القطايفات عندنا شغلات مرتبه، يعني كانت الكنافه النيه مثلا بيقولوا لها هي اللي بتنفرك تبع المدلوقه، هي كانت من زمان يساووها بجوزه هيك يرشوا، هلا في ماكينات بتساويها، يعني بتتطور من تطور يعني. القطايف بتنشوى بتنعجن بتنشوى على الوجاء ومن قيمة منتركها شوي هيك لتبرد وتنحشى قشطة تنحشى جوز وقطر وشغلة مرتبة يعني. صار هون حي الميدان، ميدان العريقة وحي هون شعبي كتير كتير، يعني اللي بيجي الفقير بياخد، الموظف بياخد، الطبقة المتوسطة بتاخد، الغني بياخد، كلهم بياخدوا، يعني ما في انه مثلا واحد ما بفوت على الميدان ما بياخد، كلهم بياخدوا يعني تأقلموا على الوضع من العالم، يعني الغلا وتأقلموا عليه، يعني انه هي صار روتين العالم ده تاكل تاخد يعني. هي بلدنا، هي بلدنا، هي بنهتم نحافظ عليها ونعطيها مثل ما الجيش عم يساهم ويدافع عنا، لولا الجيش نحن ما منبيع. القطايف او الاشاطي كما يطلق عليها لا تزال تجد لنفسها مكانا على خارطة الموائد الرمضانية، فهي باتت طقسا يحمل بصمة دمشقية يعكس خصوصية هذا الشهر. سلمى بدنا نقول لهزار شكرا، بس شاهدنا عند الصبح يعني اشاطي وقطايف وحلويات. اكيد يعني حلويات يمكن شهر رمضان بتتميز فرح، يعني مثل ما شفنا هي الحلويات كل العالم اذا ما بتاكلها بالعاده لازم تاكلها بشهر رمضان بهذا الشهر. اكيد خبي لنا شيء للفطور. اكيد سلمى. هلا سلمى خلينا ننتقل لفقرتنا الفنيه لليوم، فهو صوت جبلي غنى الوطن بصوته فكان حكايه ألم وأمل. بعام 1998 دخل عوالم الموسيقى واستطاع ان يعزف على وتر الكمانجا شخصيته الموسيقيه المتفرده. في عام 2008 شكل المعهد العالي للموسيقى نقطة تحول بحياته، فراح توجه نحو الغناء وقدر يحقق حضور خاص عبر مشاركات كثيرة، كان أبرزها مهرجان بلدي سوريا على مسرح دار الأوبرا بدمشق. ثائر إسماعيل الصوت يلي راح ينور صباحنا لليوم برفقة عازف الأورج مهران. صباح الخير. صباح الخير لكم. صباحكم صباح مشاهدينا، رمضان كريم إن شاء الله بنعاد عليكم بخير، إن شاء الله على بلدنا الغالي. امين. كل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. سعر. خلينا نحكي اليوم عن يمكن بداياتك، خبرنا اكثر بين غناء وعزف على الكمانجا.
هلا بداياتي كانت بالسنة 1998، واللي من البداية أنا من عائلة فنية يعني، فإنه هيك الفن بيقولوا بدمنا. بلشت سنة 1998 أعزف على آلة الكمانجا، لسنة 2006 كنت عم جهز بالمعهد العالي كعازف كمانجا، صار معي خلل بإيدي، التهاب أوتار وهيك شغلات، فما قدرت أكمل عزف. استثمرت هالفترة كلها اللي كنت عم بدرس فيها ووجهتها نحو الغناء، والحمد لله قدرت أعمل شيء بعالم غنى يعني. أكيد. عنا هون بالولد. سائر خلينا نحكي، يعني نحن دائما بنقول سوريا فيها مواهب كتير شابة، ما وقفت عند منطقة، يعني بلشت صحيح ما قدرت أكمل عزف، انتقلت للغناء وأثبتت في وجودك. قديش يمكن هي المرحلة قديش أخذت فيها وقت، وقد يمكن كان الانتقال بحاجة كمان لدراسة مثل ما شفنا المعهد العالي للموسيقى؟ هلا اكيد بالنهايه دراستي كانت للكمانجا، هي كانت دراسه موسيقيه يعني، فانه النقله كانت بس انه موضوع تمرين صوت اكثر، ويعني اخذت معي بحدود السنه تقريبا بين ما هيك طلعت من حاله انه انا ما عاد فيني اعزف كمانجا نهائيا، ووجهتها نحو الغناء وبلشت تمرين غناء وهيك. خلينا اليوم نسمع منك شيء، يمكن غنية مفضلة عندك سمعنا. هي الأغاني المفضلة عندي كتير يعني، هلأ رح نبدأ نغني شيء لبلدنا. أكيد أكيد. سلامك يا رب. يعني ما في احلى من سوريا، وانه صبح على الناس يمكن برياضتك بالعاليه سوريا ان شاء الله على طول رياضه بالعاليه. اكيد ان شاء الله دوم النصر لسوريا اكيد، وللجيش العربي السوري اكيد، دماء شهدائنا. نعم. خبرنا اكثر عن تخصصك بالغناء، يمكن كيف تم التخصص بهذا المجال، وقد يمكن اخذ منك وقت، يمكن كمان في شيء ساعدك انه كمان انت عازف، يمكن الاذن الموسيقيه بتكون مختلفه تماما يمكن عن غيرها، خبرنا اكثر. أنا طبعا اكيد بدراستي للموسيقى تعلمت اصول المقامات الشرقيه، الايقاعات لهدول، فانه كنت يعني مجتاز حيز كبير من اكيد ما وصلت لنهايه الموسيقى ما حدا بيقدر يوصل لها، بس انه كثير قطعت شوط كبير من هذا الموضوع. بقي موضوع تمرين الصوت وصقل الصوت مثل ما بيقولوا، توجيه اتجاه الغناء. سمعت طرب اكثر، توجهت نحو الاستاذ وديع الصافي، يعني هدول العمالقه هدول. ف لهلا ببقى يعني انه بحاول اوصل لهم، اكون قريب من جوهم.
ما تسحبني هاي الموجة اللي هون جديدة عندنا بالبلد، ما تسحبني كتير لعندها، مع انه مضطرين انه نمشي معها شوي، بس يعني انه قدر الامكان ما اروح معهم. اكيد يعني هذا اللي كان بدي بسألك عليه سائر، يعني بهذا الوقت انه شاب يطلع ويكون مطرب غناء منفرد فيها شوية صعوبة، خلينا اقول في يمكن صار في كتير لشخص يحقق انتشار، بده جهد كبير، بده دعم كبير، كتير يمكن اشياء بحاجة الى بهذا الوقت، وانت كمان عم تقول اخذت لون طربي، هذا اللون اللي يمكن لا للي لساتهم لهلا بيهتموا فيه، كيف حاولت تحقق هالمعادله اذا فينا نقول؟ هلا يمكن لانه البيئه اللي انا فيها بتحب هذا الشيء او هذا اللون، بقيت فيه، مع انه بنلاقي انه كثير مثلا بتنزلي على الشارع بتحسي انه الاغلب بده يسمع شعبي، بس بالنهايه لا صح الا الصحيح، ما اقول انه الشعبي غلط، لا هو شيء حلو كثير، هذا تراث بلدنا، بس مثل ما بيقولوا انعجق كثير، صار في كثير اشكال الوان، في اصوات وفي شيء مو اصوات، ما بدي قيم حدا، بس لسه الناس بتسمع صح وبتعرف ان كانت تميز وبتعرف الصوت الحلو والاصيل من الصوت الثاني، لهيك هلا حابين كمان نسمع منك شيء، يمكن حكيت عن وديع الصافي، وديع له خصوصيه عندك، خلينا نسمع منك شيء، شو رايك؟ طيب استاذ وديع اعطينا بيات ري، بيات ري، هي مناقشات بينك وبين طبعا يابا مايل عخدك يا دنيا من دلالك ورد، يرمي شبايك الهوى من غير أخذ ورد، عخدك يا دنيا من دلالك ورد، يرمي شباك الهوى من غير أخذ ورد، يابا من حين قلتي هلا أقصد يا رامي ورد، أمان 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 عيوني، لا حسرا وقلت وعد الوفا وانصفي، يا بوينك يا دنيا عادلي بغايتك وانصفي، أمان أمان لا حسرات
وعد الوفا ونصفي. وينك يا دنيا عدلي بغايتك ونصفي امان 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 عيوني. يا ضمان هدايا بعد هدا لا تخلي شوفك حدا. عالهدايا بعد هدا لا تخلي شوفك حدا. يا 16 سنه ويا عمر الولداني. يا 16 سنه ويا عمر الولداني. ويا ميني رجعني صغير وياخد مالك يا دني. يا بقوف ونرجع نكبر عالهدا. عالهدا يا بعالهدا لا تخلي شوفك حدا. عالهدا يا بعالهدا لا تخلي شوفك حدا. ويا رامين الدهب على الشال القصب. يا رامين الدهب على الشال القصب. هو الحلوي تندهب العلوي تلوح من كرم العنب. يا بقوف وما حدا ما في حدا. عالهدايا بعد هذا لا تخلي شوفك حدا. وهو دودا لك يا ودا ودا لي نارك ولا جنتالي. وهو دودا لك يا ودا ودا لي نارك ولا جنتالي. يا ويل ويلي قصيت شعر طويل وقصيته. يا ويل ويلي قصيته شعر طويل وقصيته. رحت لأبوها وصيته شايب مريد وزوجة إلي. وهو دودا لك يا هو دودا لي نارك ولا جنتالي. وهو دودا لك يا هو دودا لي نارك ولا جنتالي. يا ويل ويلي عالحجل رقص الحجل كرج الحجل. يا ويل ويلي عالحجل رقص الحجل كرج الحجل. يا حلوي يلي بالجبل ضل ضحكي وتدلالي. ودا ودا لك يا ودا ودا لي نارك ولا جنتالي. وهو دودا لك يا هو دودا لي نارك ولا جنتالي. اسلام هتم اسلام هتم سائر. شكرا. فعلا من احلى الاغاني سلمى. فعلا من احلى الاغاني اللي كل الناس يمكن بتحبها. وكثير عملت لنا جو اليوم من الصباح. بنشكرك كثير. خلينا نحكي اكيد نحكي كمان اليوم يمكن اذا تعاملت مع ملحنين او كان في شيء يمكن لاغاني خاصه لك تقدر يمكن تكون مرافقتك ببداياتك. هلا تعاملت مع عده ملحنين وعده شعار. بوجه لهم تحيه كافه. تحيه للاستاذ نزيه اسعد والاستاذ الغالي كفاح سلمان. كانوا هن يعني مثل ما بيقولوا رفاق المسيرة. طبعا قبل ما انسى شكر كبير للأورجانيست الرائع خالد العمطوري لانه كل مرة عم بنسى. نرجع للملحنين وللالحان. عندي كان عدة اعمال خاصة بس بنرجع لموضوع
الانتاج يعني هلا صايره عبء كبير، عبء صدقا عبء كبير على اي على اي فنان اي مطرب، مو على سائر اسماعيل بس، على الكل. يعني تسجيل اغنيه هلا بين استوديو، اذا بدك اياها تنجح اكيد بدك تعملي لها كليب كثير صعبه صايره. اكيد صعبه. بس كمان كان في لك مشاركات يمكن بمهرجانات تعنى بالاغاني الوطنيه على مسرح دار الاوبرا، قد ايه كمان وجود يمكن هي المواهب الشابه ومسرح دار الاوبرا، هالمسرح اللي كثير له قيمه حاليا، قد ايه كان ساهم يمكن بانتشارك؟ هلا دار الاوبرا هو بالنسبه للفنان السوري حلم. يعني لو تقولي اوبرا اكيد انت عم تحكي عن شيء عالمي، فمو مين ما كان بيقدر يوصل لهذا المكان. كانت خطوه كثير حلوه بالنسبه لي ولمسيرتي اني قدرت اوقف على مسرح دار الاوبرا واقدم شيء. والاجمل من هيك كان انه قدمت شيء لبلدي، قدمت اغنيه وطنيه لسوريا بالمهرجان الاول، مثلت محافظتي، انا ابن الجولان، فمثلت محافظه نيطره باغاني شعبيه من هنيك نيطره يعني. ورجعت المهرجان الثاني كمان على مسرح دار الاوبرا، كان قدمت شيء وطني لسوريا، كمان كانت خطوه كثير حلوه الي وفخر كثير كبير الي اني وقف على هذا المسرح اللي وقف عليه يعني عظماء الفنانين العرب والسوريين، من السيدة فيروز للسيدة ماجدة الرومي لا 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 نسمع كثير. أكيد سائر تحية كبيرة لك ولأهلنا بالجولان ولكل أهلنا بكل محافظة سورية، بدنا نشكر وجودك معنا اليوم وخلينا نقول عطيتنا هيك شوية صوت ودفع. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لمتابعينا، بوجه تحية لكل مشاهدين الإخبارية السورية، ورمضان كريم، وبمناسبة العيد لكم كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله بنعاد عليكم بألف خير يا رب، وعلى بلدنا الغالية وعلى جيشنا وعلى قائد. أكيد. آمين. شكرا لك سائر كثير، وأكيد ما بننسى نشكر كمان مهران. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لك. مشاهدينا صار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات السياسية على الساحة العربية والعالمية مع زميلتنا علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك فرح، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات مكثفة على تجمعات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي. وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي السوري دمر في سلسلة طلعات جوية ثلاثة مقرات لتنظيم داعش جنوب تدمر ومحيط المحطة الثالثة لضخ النفط شرق مدينة تدمر. دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي المسلمين للخروج صفا واحدا في مسيرات يوم القدس العالمية. وأشار خامنئي إلى مناسبة يوم القدس العالمي بقوله: بفضل الله فإن نداء الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم سيصدح في أنحاء إيران والعالم الإسلامي، وأن الأمة الإسلامية ستقوم بأداء الفريضة الهامة بالدفاع عن المظلوم. هذا وانطلقت في العاصمة الإيرانية طهران وعددا من المدن الإيرانية مسيرات مليونية إحياء لذكرى يوم القدس العالمية. ورفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين والمقاومة، ورددوا شعارات تنادي بضرورة التوحد في وجه قوى الاستكبار العالمية والإمبريالية ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم حتى ينال حقوقه المشروعة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي أهمية يوم القدس العالمي لصلته بالقضية الرئيسية والمحورية للأمة والتي هي القضية الفلسطينية. وقال الحوثي في كلمة ألقاها بمناسبة يوم القدس العالمي: إن هذا اليوم هو يوم لإعادة القضية المحورية للأمة إلى موقعها الصحيح في الاهتمام الشعبي، لأن هذه القضية في قداستها وأهميتها وحساسيتها بالمستوى الذي ينبغي أن تكون قضية عامة لا تبقى فقط مؤطرة ضمن الحسابات والتحكم الرسمي.
نشرت شرطة الاحتلال اليوم قوات معززة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وبدأت التضييق على المصلين قبيل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. إلى ذلك استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة نتانيا شمال تل أبيب، كما أصيبت فتاة فلسطينية بجراح بالغة بعد تعرضها لإطلاق النار قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بحجة محاولة الطعن. في خبرنا الأخير، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيطاليا لشغل المقعد الأخير بمجلس الأمن الدولي لعام 2017، وانتخبت الجمعية العامة السويد وكازاخستان وأثيوبيا وبوليفيا لتحل محل أنغوليا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا بالمجلس بدءا من الأول من كانون الثاني القادم، لكن هولندا وإيطاليا تعادلتا في عدد الأصوات بعد حصول كل دولة منهما على 95 صوتا قبل أن تتفقا على تقاسم المقعد خلال عامين. وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا علاء أبو خضر من غرفة الأخبار. وهلأ مكملين أكيد بآخر فقرة من صباحنا غير. أكيد فرح، خلينا نروح سوا مع مشاهدينا ومحطتنا اليومية يلي عم نحاول فيها طيلة شهر رمضان الكريم ننقلكم نصائح الطبيب المختص من خلال زيارة لأحد زملائنا لعيادة الطبيب. زيارة اليوم مع زميلتنا أريج فرزلي، والموضوع نصائح لكبار السن بشهر رمضان مبارك. خلينا نتابع التقرير التالي ونرجع. في حال قال الطبيب ممنوع الصيام، هي النقطة بدي أكد عليها. طبعاً لا، نحن هم نوقف على الصيام لأنه هذا الشيء حيضرنا أكثر ما هو يفيدنا. هلأ في حال سمح لنا أنه نصوم، دائماً كمان الكبار بالسن يركزوا أكثر الأشخاص العاديين أنه يأكلوا لقمات صغيرة، لأنه مثل ما بنعرف نحن وجبة الإفطار بنكون نحن صايمين 14-15 ساعة، يعني مثل فطور الصبح، ما فينا نحن أول ما نفيق ناكل هالوجبات الدسمة بتكون لسه المعدة ما لها مهيئة لهذا الهضم أو هي الكميات الكبيرة. يعني عند الأشخاص العاديين بسبب عسر هضم، كيف كبار السن اللي أصلاً بيكون عندهم تراجع مستوى الجهاز الهضمي، بيكون عندهم ضعف بحركة الأمعاء لأنه أصلاً حركتهم بتكون خفيفة. بنلاقي كبير السن إنه حركته بطيئة، أو مثلاً عنده صعوبة دخول الحمام لأنه بيلاقي عنده تقل بالحركة، بقى ما يفوت الحمام، بقى ممكن يعاني بالإمساك خلال فترة رمضان. بقى كيف بده يتغلب عليها؟ إنه يدخل الأغذية المناسبة له. مثلاً في حال كبار السن عندهم الإمساك، دائماً نحن ندخل لهم الأغذية والخضار دائماً تكون متواجدة بشكل دائم على الفطور والسحور. نحن وقت تقول مثلا دخلوا خضار، ممكن نعمل سلطه، يعني نحن ما نتلبك موضوع السلطه انا بس كل يوم بدي اكل بندوره وخيار وبقدونس، لا، ممكن اي نوع خضره متوفره بالبيت انا اقطعها واعملها سلطه، يعني مع شويه ليمون، كميه خفيفه من الزيت النبات اللي هو زيت زيتون افضل الزيوت، بكفي هي سلطه. ممكن التبوله تكون يعني بشكل كثير مفيد للبيت لكبار السن بشكل عام. البرغل فيه الياف، البقدونس فيه فيتامين سي، البندوره فيها حديد. بنلاقي كبار السن بيعانوا من موضوع نقص فقر الدم ونقص امتصاص فيتامين بي 12 لانه بيكون عندهم الجهاز الهضمي متراجع. دائما نحن نحاول نركز لهم على الاغذيه الغنيه بالحديد، بنلاقيها بالتمر، بالبقوليات، العدس، اللحوم، ممكن السودا نلاقي كمان فيها كميه كبيره من الحديد. هلا البي 12 مصادره هي حيوانيه فقط، يعني ممكن نحن ناخده باللحمه. هلا اذا كبير السن صعب او عليهم بيلاقوا انه يمضغ اللحمه، مثل ما قلنا لانه فقدان الاسنان بيخليه يعاني صعوبه من الاكل، ممكن نحن نفرمه، يعني نحط لحمه مفرومه يا اما على الخلاط نعملها تصير بطريقه يقدر ياكلها، المهم ياكل جميع المغذيات اللي هو بحاجتها. في كمان نقطه، كبار السن بتقل عندهم حاسه العطش، يعني ممكن هو ما يشعر بالعطش مثل الاشخاص العاديين، بقى هو بينسى يشرب مي. طبعا هذا الشيء كثير مضر لانه نعرف المي قديش مهمه للجسم للحفاظ على جميع اعضاء الجسم. لا، مو شرط انه انا لحتى اشعر بالعطش اشرب مي، انا عندي لتر ونص تقريبا باليوم او لترين بدي اخلصهم، حط القنينه او كاسه مي قدامي، عير كل ساعه اخذ اشرب هي كاسه المي تبعي، خلص بكفي هيك لحتى اكمل باقي نهاري بطريقه طبيعيه وصحيه. بدي ركز على الاغذيه كمان، مع انه عم نحكي موضوع التغذيه برمضان، المفروض يكون كمان في اوميجا 3 كثير مهمه للشيوخ، الاوميجا 3 لتقينا من الاورام والخلايا السرطانيه اللي طقوسها بتتكاثر. وين بنلاقي الاوميجا 3؟ هلا في حال صعوبه عليهم انه ياكلوا الاسماك والمكسرات كلها، ممكن نحن نلاقيها بالبقله، البقله النبات الوحيد اللي بيحتوي على الاوميجا 3، يعني ممكن نحن نعمل صحن فتوش نحط معه شويه بقله بيكون اخذ جميع احتياجاته من الاوميجا 3.
كمان بدي نبه على الفيتامين اي اللي هو مضاد اكسده، مهم نلاقي فيتامين اي بزيت الزيتون، يعني ممكن اي صحن سلطه نحط عليه شويه زيت زيتون بنكون اعطيناه جميع مغذياته اللي هو بحاجتها. وكمان ما ينسى كمان كبير السن او ما يتهامل لصعوبه الحركه عنده انه يفوت على الحمام لحتى ما يعاني الامساك ويصير عنده سهوله الصيام خلال الشهر المبارك. صيام كبار السن في رمضان. يجب على كبار السن الاكثار من الخضروات عند الفطور والسحور. على المسنين شرب كوب من الماء كل ساعه ما بين فتره الفطور والسحور. يجب الاكثار من تناول المواد الغذائيه التي تحتوي على الاوميجا 3 مثل الاسماك والمكسرات والبقله. يعني فرح مثل ما تابعنا يمكن نصائح متنوعة، وأهمها كمان هي الإكثار من الخضروات وشرب المياه برمضان، يمكن هي النصيحة الأبرز خلال الشهر سواء كانت بخصة كبار السن أو حتى خلينا نقول مرضى السكري أو مرضى القلب أو أي حدا شفنا نصائح متخصصة خلال الشهر الفضيل. كان يمكن النصيحة الأبرز هي كمية المي اللي ممكن يشربها الشخص من فترة الفطور حتى السحور، وحتى نوعية الأكل من خضار وفواكه. صحيح سلمى، يمكن مثل ما تعودنا من بداية شهر رمضان المبارك دائما عم بيكون في يمكن نصائح عن الخضروات، نصائح عن شرب كميات من المياه، الابتعاد قدر الامكان يمكن عن المأكولات اللي فيها دهون، كمية كبيرة من الدهون، ويمكن دائما بتبقى النصيحة الأهم الأكثر من المياه والخضروات. أكيد فرح، وإن شاء الله يمكن هذا الشهر مثل ما قلنا يكون فرصة للناس لحتى تنظم عاداتها الصحية بشكل أكبر، وحتى تستفيد من فترات الصوم الطويلة، حتى سيدات اللي كانوا بيرغبوا انه يكون في خلينا نقول ريجيم، فهذا الشهر كتير مناسب، ولكن لازم تنسيق فترة الاكل وما يكون في اكل وجبة كبيرة فجأة. اكيد سلمى، دائما كان تنظيم وجبات الطعام وتنظيم ايضا كمية السوائل يلي عم نشربها هي يمكن الى الدور الاول والاخير بالحفاظ على وزن الجسم، ان كان التخلص من الاوزان الزائدة او حتى الحفاظ على الوزن المثالي. اكيد فرح. أما هلأ وصلنا لمساحتنا يلي بيشاركنا فيها دائما فنان من وجوه الدراما السورية. ضيفنا لليوم دخل عالم الدراما من باب الحارات الشامية القديمة وعاداتها، وبعدها كان للكوميديا حصة كبيرة من مشاركاته، استمر ليتنقل بين عمل وآخر وتجربة وأخرى وصولا لكتابة النص الدرامي. مين ضيفنا لليوم؟ خلينا نشوف سوا بهالفوتومونتاج. المهم كتير الثقة بين المريض والطبيب. هو ممثل سوري شاب بدأ مشواره الفني عام 2006، درس التمثيل وأول أعماله كان مسلسل الحصرم الشامي. إن شاء الله ما تكون تأذيت. الله يسلمك. لا ما صار شيء، ما شاء الله عنا نيشانك تمام. خدامك يا آغا. اللي أكل الشباب ما قصروا، الله يدين فضلك وعزك علينا يا آغا. فضل الله يا ابني، فضل الله. الله يخليك يا آغا. اللي أول شيء لازمك شيء. من بعد أمرك يا آغا، بس كنت حاب أعرف لأنت بدي بهو داخلك معيك. سلامة معرفتك يا آغا، أنا طوال عمري عايش بالبرية وما بعرف يعني أعيش هون. بسيطة بسيطة، لا إن شاء الله حنخلصك من الحبس بأقرب وقت ما منطول. كتر خيرك يا آغا، كتر خيرك. خير الله، خير الله، ونصيبك رح يصلك لعند منك لأمه. ريبي يا آغا. تنقل بخطى هادئة ومتأنية بين أعمال درامية تاريخية واجتماعية، ومن أمام الكاميرا إلى كاتب درامي في مذنبون أبرياء. باسل خليل ضيف صباحنا غير لليوم. سلمى، أكيد بدنا نصبح ونرحب أكيد بضيفنا لليوم من وجوه الدراما السورية الشاب اليوم باسل خليل. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. صباح النور، وإن شاء الله هيك ينعاد عليكم بالخير يا رب. رمضان كريم باسل. صباح الورد. خلينا نحكي اليوم من الموسم الرمضاني هاي السنة، يمكن كان في عمل مذنبون أو أبرياء، يمكن الشيء المميز أنه حضرتك يمكن كنت المؤلف وبنفس الوقت كان لك دور بالمسلسل، خبرنا أكثر عن هي التجربة. مذنبون أبرياء هو يعني عمل مختلف كنص، تجربة جديدة بنوع النصوص هاي،
يعني هو عمل دراما ولكن يختلف عن اعمال دراما بطريقه كتابته وبطريقه الطريقه اللي اعتمدنا فيها بالكتابه. هي شوي معتمده على طريقه السيزن يلي بتتنقل من مراحل لمراحل اكبر لمراحل اكبر من خلال حلقات ضيقه وبتفتح شغلات جديده. فكان بهذا العمل في دخول شخصيات وخروج شخصيات بضمن العمل الواحد اللي هو 30 حلقه، كان يدخل شخصيات ويطلع شخصيات، تختفي شخصيات ترجع بعد فتره. العمل بيحكي بطاق يعني الصداره وبقالبه العريض، بيحكي عن المخدرات، عن السلاح، عن المافيات، عن هي الامور. بين سطور العمل كان العمل بيحكي عن شغلات هي اهم واعمق من هيك، بيحكي عن الجهات الخارجيه يلي برا، انه هن كيف بيصيغوا باي منطقه كانت، اذا حبوا يدخلوا لها المخدرات او حبوا يدخلوا لها او حتى حبوا يوصلوها للمرحله اللي نحن واصلين لهلا بسوريا، فكيف بيعملوا الارض الخصبه لهي المنطقه وكيف بيخططوا قبل عشرات السنين او قبل احيانا قبل 100 سنه وبعدها بيرجعوا بينفذوا هي الخطه بخطى ثابته بيمشوا فيها. فالعمل بيحكي عن هي القصه، هي نظريه المؤامره، المؤامره اللي تمت على هي المنطقه المفترضه بالعمل مزدبون ابرياء. بس انا ضايف شغله صغيره بالعمل الزياده، هي ما انا موجوده يعني هي او ممكن تكون موجوده، هي انا عامل شيء عنا بقلب المنطقه هي المفترضه، عامل هيئه اسمها هيئه الكباريه. هي الهيئه انا متوسم فيها انه في ناس بتفكر مثل ما بيفكروا الجهات اللي برا لقدام وبيخططوا لبعد مئات السنين، متوسم انه احنا كمان عنا هيك ناس، كمان احنا بدنا نعمل نظريه المؤامره المعاكسه، وعم نخطط وعم نجهز كمان لحتى نكون قد حالنا وقت اللي بدنا نوقع بهي القصه. فمذنبون ابرياء هو عمل اجتماعي بوليسي بيعالج عده قضايا، وعلى بطياته اللي بيحكي عن هي القصه اللي ما بين سطوره، ما انا كثير موضحه بالعمل، يعني بنترك للمشاهدين انه هن يحللوا ويفكروا يلاقوا هي القصه. اكيد، باسل بما انه عم نحكي عن مذنبون ابرياء، خلينا نروح سوا لنشوف مشاهد لك من المسلسل ونرجع نكمل حديثنا. تفاصيل كثير رح يكون عن دورك وعن ايضا الشخصيات الثانيه بالعمل. شلون يعني مكانتك هيدي؟ بحسب المعلومات اللي عنا لازم يكون سائق الدراجه مرق من هون من حوالي الساعه. هيك لازم. انت شو رايك؟ انا برايي انه نفك الكمين ونعيد معلوماتنا صح سيدي. وقفتنا هون ما عاد في منا اي نتيجه. هيك شايف؟ بالنهاية الأمر والقرار إلك سيدي. طيب، بتفك الكمين، بتجيب دورية تانية لهون، وبتعمم لي أوصاف هذا الموتور على كل فروع المرور، مفهوم؟ حاضر سيدي. أنا رح روح. هالمرة نفذوا، المرة الجاية ما رح ينفذوا، ها؟ أمرك سيدي. ديروا بالكم. سيدي، أنا حابب أحكي معك شيء بصراحة إذا بتسمح لي. شرف قول. يعني سيدي المواد الجديدة عم تفرض علينا متعاطين وموزعين وتجار جدد وأساليب جديدة طبعا، ونحن للأسف سيدي بعدنا عم نتبع الأساليب القديمة نفسها. مشان هيك بالمرحلة القادمة بدنا نغير كل شيء، رح نفوت بأسلوب جديد ورح يكون لنا صلاحيات جديدة. في شيء ببالك سيدي؟ شكل المتعاطين للمخدرات شكلهم مختلف، على الأغلب هني شباب ومطلعين على كل شيء جديد. معك سيدي. المكان هون حلو كثير مع انه شعبي. اساسا انا بجي على هذا المكان هيك بحب البساطه اللي فيه. على طول بتجي لهون؟ يعني مو بالضروره، بس وقت اللي بكون كثير مضغوط بالشغل بحب اجي ريح اعصابي هون. حبيت الجو كثير، كل ما تجي لهون رح كون معك. انت حبيبي جيت من الضيعه لحتى تفوت على الجامعه وتدرس، مو لحتى تجي على القهاوي. نمشي؟ نمشي. ايه؟ تشرف. المكان كله محاصر، بنصحك تسلم حالك بدون أي مقاومة.
العقيد بعده بالسيارة. باسل، يعني شفنا مشاهد من المسلسل وحضرتك الكاتب، أول شيء خبرنا حضرتك دخلت باختيار الشخصية أو كان دور المخرج فقط؟ لا، كانت والدتي مخرج الأستاذ أحمد السويداني. أكيد، يعني يمكن شخصيتك كانت بالعمل هي شخصية الضابط، هل هي نفس الشخصية اللي أنت لما كتبت كنت شايف نفسك فيها ولا لا كنت شايف نفسك بشخصية ثانية؟ لا، هلا أنا كنت شايف، يعني كنت حابب شخصية ثانية أكثر من هي، بس الاستاذ احمد مخرج الاعمال قال لي هي، او يعني كانت هي مفاضله انا هي او هي، فقال لي انا شايفك بهي اكثر، فطبعا بدي احترم، يعني احترمت رايه وخلص انه اوكي هي، وقال لي انا بشتغل عليها. قلت له انا شايف انه حابب هذيك الشخصيه اكثر، قال لي انا شايفك بهي، اشتغلت هي الشخصيه. يعني اليوم لما بيكون الممثل هو الكاتب نفسه، هل بتشوف انه هذا الشيء ممكن يضيف للعمل او ممكن يعطي رؤيه ثانيه للممثل، قادر انه يمكن يتجنب او يتلافى اخطاء كثيره ممكن ما يوقع فيها؟ هلا ممكن، يعني بس الى حد ما، لانه وقت اللي يعني لما الكاتب بيكون عم يكتب بقلب، مثلا انا لما كنت عم بكتب مذنبون ابرياء، فما كنت اني عم بكتب انه هي الشخصيه لإلي او هي هيك، عم بكتبه بشكل كل كعمل متكامل. هلا لما فت على التصوير، يعني احيانا شوي بتختلف القصه، يعني ما بالضروره انه 100% انه هذا الشيء انه ساعد لاني انا كاتب العمل، حتى ببعض الحوارات يعني انه احيانا كنت انساهم، يعني انسى احيانا الحوارات بقلب المشهد رغم انه انا اللي كاتبهم، فهي ما كثير مرتبطه ببعضها صراحه. طيب بس خلينا نحكي، يمكن فكره العمل اخترت بيئه يمكن ما انا هلا ما انا هذا الوقت الحالي اللي نحن عايشين فيه، كتجربه اولى يمكن بالكتابه لك، ليش ما اخذت خلينا نقول الشيء اللي هلا موجود كثير انه اعمال من واقع الازمه اللي عم بنعيشها، او اخترت بيئه ثانيه، مشاكل ثانيه يمكن قبل ما الحرب تيجي على بلدنا؟ هلا انا وضحت لك ببدايه اللقاء هذه الفكره. هلا نحن دائما الاعمال اللي عم نشوفها، مع احترامي لكل الاعمال، يعني كل حدا عم يقدم دراما الله يعطيه العافيه، بس الاعمال اللي عم نشوفها نحن هلا هي كلها عم تحكي عن واقع هي الازمه اللي نحن هلا بنعيشها هلا. واذا يعني اذا نحن بدنا نحكي بالمنطق الحقيقي، هاي الازمه اللي نحن عم نعيشها لما بدنا نعمل عمل عنها لازم يكون بعد ما تنتهي هي الازمه بثلاث او اربع سنوات، لانه هلا العالم اللي عم تعمل اعمال نحن ما حدا فهمان شيء بهي الازمه، يعني ما في شيء واضح بهي الازمه لحتى نحن نعمل عنه عمل. اما الفكره اللي انا عم اشتغل عليها اللي هي فكره مذنبون ابرياء، هي كيف وصلنا لهي الازمه. هلا نحن كسوريين كلياتنا بنعرف كيف وصلنا ل 15/3/2011، وصلنا لهذا اليوم، بس كيف وصلنا في كثير امور لازم يعني كانت تتوضح، نعرف كيف هي التربه اللي وصلت سوريا لهون. فانا اخترت اني احكي عن المرحله اللي قبل الازمه، لانه المرحله اللي بقلب الازمه هلا ما فيها شيء، ما في معالم واضحه انه ينحكى عنها. نعم، عم نحكي عن مذنبون ابرياء، والمخرج احمد يمكن معروف قد ايه عنده ايمان بالوجوه الشابه والايمان يمكن بتجارب الشباب. اليوم لاي درجه ممكن كان هو خلينا نقول كخطوه مهمه فعلا انه تكون حضرتك كاتب ومؤلف ومخرج مثل الاستاذ احمد، قد ايه هذا الشيء ممكن يقدم لك لمسيرتك وبداياتك كمان؟ والله كثير، لانه خصوصا هذا العمل كانت فيه روح الشباب طاغيه، يعني نحن بهي الفترة اللي فقدنا كثير من نجومنا ومن ممثلينا الكبار، فسوريا ولادي عم طالع، يعني عم طالع شباب جداد وكلهم ما شاء الله عنهم الله يعطيهم العافية. فالأستاذ أحمد لما كان مو بس إنه أنا الوجه الشاب الوحيد، كان في أكثر من حدا، والعمل طغت عليه روح الشباب. يعني الأستاذ أحمد يمكن بأعمارنا ما يعني مو أكبر بهذا العمر، فكان العمل إنه فيه روح عمل شبابي، وكان في وجوه شابة كثيرة وكلهم عم يأسبتوا وعم يحاولوا يأسبتوا نفسهم، فكان هذا الشيء بيعطي دافع اكبر وحافز اكثر بالشغل. باسل، بما انك بلشت يمكن خطواتك ببيئه شاميه، الحصرم الشامي، تحكي لنا يمكن هالادوار، هل حسيت انك ممكن رح تستمر بهيك اعمال ولا لا؟ انت بتفضل انواع ثانيه مثلا الكوميديا او الاجتماعي؟ هلا انا يعني بشتغل انواع من الاعمال، بلشت بالبيئه الشاميه، في لي اكثر من عمل بالبيئه الشاميه، بلشت بالحصرم الشامي، في بباب الحاره، في عمل الزعيم، مسلسل الزعيم، كلها هي اعمال بيئه شاميه، ظل الحكايه عمل بيئه، يعني بيئه على فانتازيا، ولكن انا اكثر محل بلاقي حالي فيه هو الكوميديا. حكينا يمكن عن هجرة الوجوه، يمكن نجوم دراما السورية صار في هجرة كثير كبيرة ومغادرة للبلد، اليوم صح انه عطت فرصة يمكن للوجوه الشابة الجديدة، لكن كرأيك فيها اليوم كيف بتشوف المشاركة بالأعمال العربية وحتى الخروج من سوريا للمشاركة بأعمال أخرى؟
هلا هي فكره يعني ما انا سيئه بالمجمل، انه الحدا يطلع يشتغل برا ويشارك باعمال عربيه برا ويرجع. هلا ممكن في ناس بتطلع بتشتغل وبترجع، هلا حتى اللي ما رجعوا بجوز لقوا هن يعني انه رياحتهم بهي المنطقه او قاعدين بهذا البلد ومرتاحين لاسبابهم، بجوز لوضع البلد، لوضع الازمه اللي بالبلد. هلا هي حريه شخصيه، نعم. يعني الله يوفق الجميع، ولكن المشاركه بالاعمال العربيه خطوه منيحه، يعني ما انا خطوه سيئه، يعني هي تبادل ثقافات. كمان كان لك مشاركه عربيه باحد الاعمال الدراميه مع الفنان عادل امام، احكي لنا عن هي التجربه كمان. فرقة ناجي عطا الله هي اشتغلت فيها دور مع الأستاذ عادل إمام، كان عبارة عن أنه بدهم ممثلين من سوريا ليجسدوا هذا الشغل، أنه العمل على كأنه بسوريا أو شيء. فنحن بعتنا السي في تبعنا شو شاغلين قبل مشاهد يعني مثل اللي عرضتون هلا، فتم اختيار بعض الممثلين من سوريا وكنت أنا من بيناتهم وصورنا العمل ببيروت. كانت تجربة حلوة وضافت لي شيء أنه عم تشتغل بعمل عربي ومع استاذ عادل امام، هو يعني بالدراما هو حدا كثير مهم وحدا كبير، فهذا الشيء اكيد بضيف لاي ممثل ببدايته او بطريقه الاول. اكيد اكيد، يعني اليوم عم نحكي عن تجارب متعدده مع اسماء كثير كبيره وايضا تجارب بالكتابه والتمثيل. تجربتك بالكتابه خلينا نحكي عنها بتفصيل اكثر، كيف كانت التجربه وهل ممكن انك تكررها لقدام؟ هلا انا بالكتابه كنت يعني كاتب اكثر من عمل، نعم. اول عمل كتبته كان هو مطلقات، ولكن عمل اجتماعي بيحكي عن المراه بشكل عام، المراه الشرقيه المطلقات اللي دائما احنا عندنا المطلقه هي حرف ناقص، هي حدا نكره بهذا المجتمع، فانا من خلال العمل كنت عم وضح انه العكس، يعني مشاكل اجتماعيه، نظريه العكس، انه المطلقه هي ممكن تكون الواحد امنا او اختنا او زوجته، فكنت عم موضح هاي الصورة وعالجها بطريقة درامية. هاي بالنسبة للمطلقات. بعدين في عمل تاني اشتغلت عليه اسمه قهوة السياح، هلأ هذا ما تم يعني بعته لشركة منتجة، بس هلأ ما يعني ما بدتوا القرار امتى بدون يفوتوا فيه. وآخر شيء كانت هلأ مذنبون أبرياء اللي تم إنتاجه وعرضه برمضان هلأ. هل عم تحضر شيء جديد تاني، يمكن عمل درامي كمان جديد رح يكون يمكن برمضان القادم؟ اي والله ان شاء الله. هلا عم اشتغل على مذنبون ابرياء الجزء الثاني، عم اشتغل على النص وفي نص كوميدي لايت، يعني ان شاء الله نقدر نلحق الاثنين سوا. نعم. عم نحكي عن عمل باجزاء، يمكن العالم شوي ما بتميل لتجارب الاجزاء، لكن لما بيكون العمل بيخدم الفكره او بتخدم هي العمل ذاته، فقد ايه مهم اليوم نتابع نحن بالعمل ونستمر فيه رغم هي التجربه اللي شوي مرفوضه. ايه تمام. هلا كل هلا فكره الجزء الثاني او الثالث هلا هي حسب الجزء. هلا انا وقت اللي بدي اساوي جزء ثاني اذا ما كان افضل من الجزء الاول بثلاث اضعاف ما بشتغله. وفكره الجزء الثاني بمذنبون ابرياء هو لانه سلسله دراميه، يعني في فكره كثير كبيره وشرحت لكم اياها، يعني الفكره اللي وصلتنا لهون ما بتكفيها جزء. في كثير امور وفي كثير شغلات بدها تتعالج بس على مراحل، هو بيعتمد طريقه السيزن، فهو سلسله دراميه، يعني جزء ثاني ممكن يكون ثالث حسب تقبل الناس له. اكيد. باسل، يمكن بظل هذا الوقت مثل ما قلت في كثير يمكن صعوبات ممكن تواجه الفنانين الشباب بطريقهم، خلينا نحكي عن هي العقبات وشو ابرز شيء يمكن واجهك ببدايه مسيرتك. هلا مثل اي حدا، يعني مو بالنسبه بس للدراما او الفن، باي مجال كان، اعلام، دراما، محاماه، اطباء، باي حدا بده يفوت جديد، فهو بيكون يعني احيانا ممكن تكون نظره الناس، في ناس بتشجعه وبتساعده وبتوقف معه لحتى يشق طريقه صح، وفي ناس بيعتبروه انه لا كانه جاي قاسمهم او انه ما بصير حدا يفوت بهذا المجال، فهي الصعوبات الطبيعيه اللي بيواجهها اي حدا، ويعني مريت فيها كثير انا، وبعض الاوقات مثلا انا بقيت سنتين ما اشتغلت ابدا، انه قاعد ما انطلبت لاي عمل بعد ما اشتغلت هي الاعمال اللي ذكرتيها قبل، وبعدها بقيت سنتين ما اشتغلت، رجعت اشتغلت السنه الماضيه بخماسيه وهي السنه بمذنبون ابرياء، فهي الصعوبات ولا الشلليه يعني لابد منها باي مجال. هلا هي حلوه، يعني كيف حلوه؟ الشلليه حلوه بالكاست الفني بالنسبه للفنيين، فبيفهموا على بعضهم، بيتعاونوا مع بعضهم، بصيروا يفهموا على بعضهم بالاشاره، ما في داعي للحكي. اما بالنسبه للفنانين فانا برايي الشلليه مو كثير صح، لانه لازم المخرج يجرب اكثر من فنان، ما يكون ضمن بوتقة محددة وهدول هن وبس. أكيد. طب خبرنا اليوم يعني بهذا الموسم الرمضاني يمكن كان في زخم وأعمال رمضانية كثيرة، خبرنا شو رأيك اليوم بالإنتاج هي السنة، إنتاج السوري؟ هلا كان إنتاج كثير منيح،
يعني السنة هي كانت من أفضل السنوات من لما بلشنا بالأزمة بسوريا لحد هي اللحظة. هي السنة أفضل سنة كان فيها إنتاجات، كان فيها أعمال على مستوى حلو. يعني أنا في كتير أعمال يعني بتابعها بشغف، من الندم للأستاذ الليس حجه، ومنها صدر الباز للأستاذ سامر إسحاق. هدول العملين يعني شدوني وعم تابعون بشغف. فهي السنة كان في إنتاجات كتيرة، وفي عمل فكرته يعني عابرود ضباب، فكرته كمان غريبة وحلوة وعمل مشوه. هي ثلاث أعمال يعني أنا عم تابعهم بالإضافة لعملي، فمعنى أعمال حلوة بتخلي الحدا ينشد لها. فإن شاء الله يعني باقي الأعمال السورية كلها تلاقي رواج بالوطن العربي ككل، مو بس بسوريا، لأنه الأعمال السورية شوي محاربة برا. أكيد باسل، يعني مثل ما قلت نوجه تحية لكل الفنانين السوريين وصناع الدراما بهذا الوقت بظل هي الظروف الصعبة. ونحن خامس سنة فرحة وما زال في إنتاج دراما وما زال في أعمال متصدرة الشاشات، حتى لو كانت ضمن الشاشات السورية إلا أنها هي قدرت تعمل لها بصمة مميزة. خلينا نحكي باسل كمان شو الجديد اللي ممكن أتحضر له من أعمال تانية، سواء مو بس بالدراما، ممكن إذا في شيء تاني كتابة نصوص أفلام أو شيء ممكن نشارك فيه قريبا. هلا ما في شيء، يعني في انا مختص بهالقصتين تمثيل وكتابه، قلت كتابه عم حضر مزدوجه. في شيء سينما ممكن تكون في مشاركات بسينما او شيء؟ ما اجاني هلا اي عرض ابدا، بس في عرض لمسلسل يعني هلا عم بقرا النص كمشارك فيه، ما لي علاقه بتاليفه ولكن كممثل بس، عمل كوميدي وانا كثير بحب الكوميديا. اكيد بدنا نشكر وجودك معنا لليوم باسل، بنتمنى لك كل التوفيق ان كان بالجزء الثاني من مذنبون ابرياء. وخلينا نقول ايضا من تعليقات انه يلي ما حدا بيسلم منا، اكيد تشكر وجودك معنا كثير لليوم. انا حابب اتشكركم وتشكر شاشه الاخباريه السوريه، واذا بتسمحوا لي من خلالكم بدي بس وجه تحيه لكل حدا عم يشتغل بالدراما او بغير الدراما بسوريا لحتى نبقى محافظين على سوريا. اكيد تحيتنا لك وتحيه لكل صناع الدراما السوريين والفنانين، اكيد التحيه دائما موصوله لابطال الجيش العربي السوري اللي بفضلهم نحن موجودين هلا. لابطال الجيش العربي السوري هذول تحيتهم من القلب، انا لاني بطلع باكثر من مقابله فما دائما بذكره، ولكن يعني ما بقدر لهم غير شغله واحده، حماة الديار عليكم سلام. اكيد شكرا كثير لك باسل. لهون مشاهدينا محطتنا الصباحيه لليوم بتكون وصلت لنهايتها، بنتمنى تكون نالت اعجابكم. لاي مواضيع ثانيه بتحبوا انه تتواصلوا فيها معنا ما لكم الا تراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. اكيد سلمى بدنا نذكر انه شاشه الاخباريه مكفيه معكم عبر تغطياتها لاخر واحدث الاخبار يوميا، برنامجنا بتوقيت الساعه 10 صباحا برمضان بحلقتنا الخاصه اللي عم نطلع عليكم فيها من مقهى المكتب، فخلوكم على الموعد. شاشة الأخبارية السورية مثل ما قلنا بتبقى مكفية بتغطياتها، وبنتمنى دائما تكونوا على الموعد. رمضان كريم ونهاركم سعيد. باي 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 باي.